كرة تنس الطاولة رياضة يتبارى فيها لاعبان أو أربعة، وهي إحدى أكثر الرياضات شعبية من حيث عدد اللاعبين، وتعتبر من أحدث الرياضات الكبرى الحالية. تحتسب فيها النتيجة النهائية بناء على عدد النقاط التي حصل عليها اللاعبين في المسابقة، حيث يفوز من يحقق 11 نقطة أولاً. طبعاً نحن الآن هذا المركز العايدين على سنو، نحن نحاول قدر استطاع للعنصر النسائي البنات الناشئات طبعا والاولاد بكميه يكون افضل، اي ان كان من خلال هي نخبه من خلال الانديه بشكل عام. طبعا احنا نتمنى انه هذا المركز التدريبي يكون اكثر من فتيات، ويستمر على صنفها في الفتيات والاولاد. في اليمن، وبعد أن شهدت العقود الأخيرة تجميد لكافة أنشطة الرياضة النسوية، عادت أخيرا مع مطلع العام 2022 ميلادية بأول بطولة نسوية منذ عام 1982 ميلادية. تمثلت بانعقاد البطولة المفتوحة للفتيات والسيدات في لعبة تنس الطاولة، والتي نظمها اتحاد فرع اللعبة بعدن. المركز يوجد فيه أفضل لاعبات في محافظة عدن، وعددهن 8 أو 10 لاعبات، ونحن نطمح أن تكون أكثر من لاعبة، باعتبار أنه هذا المركز هو نواة لمنتخب اليمن إن شاء الله، ونتمنى دعم هذا المنتخب، واللجنة الأولمبية طبعا تشرف على هذا المنتخب وتدعمه الدعم المادي والمعنوي. أنا من حب اللعبة وأقعد أتدرب بهذا المكان تحت قيادة الكابتن لطفي شماخ والكابتن جليلة، وطبعا نتمنى أنه يكون فيه اهتمام باللعبة وأنه يكون لنا مستقبل بهذه اللعبة. هنا في هذا المركز تستعد الفتيات في إعادة تاريخ الرياضة لمدينة عدن من خلال ممارسة لعبة تنس الطاولة، لكي تعود تنس الطاولة إلى الواجهة الحقيقية التي برزت في مطلع الثمانيات من خلال المشاركات الخارجية التي حققت إنجازات كبيرة.